السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا اليوم هي عبارة عن شوسون بالكفتة اللي كيجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. تابعونا باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، ما يعادل 500 غرام، خمارة، معلقة صغيرة ديال الملح، ثلاثة الملاعق كبيرة ديال الزبدة، وغنحتاجو الماء بارد باش غنجمعو العجينة ديالنا. تابعونا باش نشوفو الطريقة ديال التحضير. خدينا واحد القصرية على هاد الشكل هذا، نديرو فيها الدقيق، سبق لي غربلتو، وغندير الزبدة على هذا الشكل هذا، وغنبدا نرمل في العجين في الدقيق على هذا الشكل. دابا غنضيفو قبيصة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الملح، وغنضيفو الخميرة هاد الشكل هذا، وغنبداو نضيفو في الماء يكون بارد بشوية بشوية حتى نعجنو الدقيق ديالنا. هاي العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه بحال هكا. دابا غادي نغطيوها بالسلوفان وغندخلوها للثلاجة مده ديال ربع ساعه ونخرجوها باش نشكلوها. بالنسبه للحشوه غنحتاجو فيها فلفله مقطعه على هذا الشكل هذا، جوج بصلات، انا استعملت غير البصله الخضاريه مشلضه، رابعه ديال الكفته ما يعادل 250 غرام، صلصه حاره، الزيت البلديه او الزيت الروميه. وبالنسبه للعطريه غنحتاجو فيها معلقه صغيره مع مراش ديال سكينجبير، الخرقوم، تحميره، الملح والابزار، واخيرا جوج تومات. تابعونا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير. خدينا مقله سخناها، نديرو شويه ديال الزيت البلديه، بصيله، ثومة، ونخليوها تشحن. نضيفو الفلفلة
حتى طرية. نستمر بالتحريك على هذا الشكل هذا. ونضيفو صلصة حارة، جهد معلقة صغيرة، كتبقى اختيارية بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش الحار. صافي دابا ملي نطيب الخشوة ديالنا نطفيو عليها ونخليوها تبرد. دابا خرجنا العجين ديالنا من الثلاجة، ناخدو زلافة غنديرو فيها شوية ديال الماء، قطعة مدلك والنشا. بالنسبة للنشا ممكن تعويضوه بالدقيق. وغنحتاجو فرماج مربعات، إلا ما توفرش بلاش. دابا غناخد العجينة ديالنا بهذا الشكل هذا، نقطعوها على ثلاثة بهذا الشكل هذا. بالنسبة لهاد هادو غنديرهم في شي بلاستيكة. هذا الشكل هذا. صافي غنبداو نسرحو في العجين ديالنا. الى بدات كتلصق نزيدو الدقيق او النشا على هذا الشكل. غنستمرو حتى تلق لينا العجين ديالنا. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما طلقناها. دابا غنبداو نقطعوها القطاعة على شكل دوائر بحال هكا.
بالنسبه للعجينه اللي غتشيط منين غادي نقطعوهم نعاودو نجمعوها ونعاودو نشكلوها بهذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا ناخذو وحده على هذا الشكل هذا نسرحوها غير شويه هكا بحال هكا ناخذو طريف ديال الفرماج مربع هكا شويه ديال الحشوه على هذا الشكل هذا بحال هكا ندهنوها شويه الجوانب ديالها بالماء هكا غير باش تلصق لينا وغنديو هذا الجانب عند الجانب الاخر بحال هكا ونبركو بصبعنا على هذا الشكل هذا هكا كما كتشوفوا. دابا غناخذو فرشيطه وغنبريسيو هكا على هذا الشكل هذا هي. دابا غنحطوها في الصفيحه وغنستمروا حتى نكملوا العجين كامل اللي عندنا ونرجعوا. ها هو الشوسون ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. في هذا الاثناء درنا الفران يسخن خديت صفر ديال البيضه هذا الشكل هذا غنزيد عليه شويه ديال السكر والصلصة ديال الصوجة غير شويه نقيطه وكثرت معليش في غادي نحركو بغيت نزيد نقيطه زدت بزاف ولكن ماشي مشكل صافي. دابا غندهنوهم بهذا الشكل هذا غنستمروا في الدهن حتى نكملوهم كاملين ونرجعوا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري انا غنزين برقائق اللوز بهذا الشكل هذا بالزنجلان دابا غندخلوهم الفرن على درجة حرارة ديال 200 بقاو معايا منين نخرجو ونشوفو النتيجة النهائية. ها هو الشوسون ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كيجي بنين مبقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه ومع السلامه.